المشتركين 159,194، حضر منهم للامتحان 133,274، نجح منهم 77,724 بنسبة نجاح مئوية عامة بلغت 58.3%. الطلبة الأوائل على مستوى المملكة في الامتحان العام لعام 2019 الفرع العلمي الأول على المملكة في هذا الفرع الطالب أحمد سامي حسن عثمان. بمعدل 100. وهو من مدرسة الحكمة الثانوية للبنين في قصبة عمان. الطالب الحاصل على المركز الثاني ليس طالبا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، الباقون التسعة كلهم في المركز الثاني والثاني مكرر. ما شاء الله تبارك الله، ألف مبارك لكل الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام. الذين لم يحالفهم الحظ ترى مش آخر الدنيا، شدوا حالكم، تفوا على دروسكم، بتنجحوا وبتجيبوا 100، لأن هذا المعدل لن يكون مستحيلا بعد اليوم. اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة لأوائل المملكة، خاصة الحاصل على كامل العلامة 100%. وأسأل، هل معدلات الثانوية العالية جدا لها علاقة بنظام الفصل الواحد أم لا؟ أرحب بضيوفي وأرحب بأوائل المملكة. أبدأ بأحمد عثمان الأول على المملكة بمعدل 100، مبارك. الله يبارك فيك وأهلا وسهلا. وأهلا بهناء سويدان الأولى على الفرع الصناعي جامعات بمعدل 98.6%. الله يبارك فيك. المفترض يكون معنا سالي اللوزي الأولى على الفرع الأدبي لكنها تحتفل، فمن بركة على الهواء مباشرة. وأهلا بالدكتور نواف العجرمة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم. مساء الخير. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على فيسبوك، كما يمكنكم أيضا المشاركة بطرح الأسئلة وأيضا للتهاني للطلبة. الطلبة الأوائل على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة لعام 2019 يستحق أن يذكروا. الأول على الفرع العلمي الطالب أحمد عثمان بمعدل 100. الأول على الفرع الأدبي الطالبة سالي اللوزي بمعدل 99.6. الأول على الفرع الصناعي جامعات الطالبة هناء سويدان بمعدل 98.6. الأول على الفرع الزراعي كليات الطالب أحمد دشحادات بمعدل 84.7. الأول على الفرع الصناعي كليات الطالب محمد الطراونة بمعدل 93.3. الأول على الفرع الفندقي الطالب ماهر الفراج بمعدل 82.9. الأول على فرع الاقتصاد المنزلي الطالبة بيان عبد الرحمن بمعدل 94.4. الأول على الفرع الشرعي الطالب مهند حسون بمعدل 97.5. الأول على الفرع الزراعي جامعة الطالب ليث أبو هنية بمعدل 97.7. الأول على الفرع الفندقي جامعة الطالب واصل حداد 96.5. مبارك لجميع الطلبة. اسمحوا لي أن أخص بالتهنئة الطلاب اللي مركز الحسين للسرطان اللي استطاعوا أنهم يحققوا النجاح رغم كل شيء، نتمنى لهم الشفاء الكفيف والأصم، وأيضا هناك كفيف وأصم، فنبارك لكم هذا التميز، نبارك لكم هذا النجاح، ونتمنى أيضا أن يكونوا ضيوفنا. اسمح لي دكتور أنه نبارك لأحمد. مبارك يا أحمد. ولهنا. الله يبارك فيكم جميعا. كيفك يا أحمد؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. الله طب أحمد يسرق. الآن الوزارة غششوك أنك جبت الأول على. بالعكس، كان في تشدد وسرية تامة ووعيد وتهديد على عكس ما هو شائع. طيب. نعم. أنت حصلت على 100، كنت متوقع أن تجيب 100؟
حقيقة معدل بهذه الأعشار لا، بس حوالين خلينا نحكي نعم. يعني كنت توقع تجيب 99؟ نعم نعم نعم. فاصل كذا؟ نعم 100%. طب شو كان شعورك لما جبت 100؟ والله شعور لا يوصف حقيقة، يعني حكيتها وبعيدها، الكلمات تتلعثم أني أعبر عن فرحتي بأي شكل من الأشكال. أنت أول أردني بجيب 100%؟ تعرف؟ ما هو من هول من هول الصدمة. منبارك لك هذا بالبداية، لأن بدنا نسألك أسئلة كثير حول هذا الموضوع المية، وكل التعليقات اللي سمعتها ولا قرأتها بدنا نذكر لك إياها حتى تجاوبنا عليها. ولا يهمك. بدي أبدأ أيضا أبارك لهنا. أنا الله يبارك 98.6 بالعشرة. مبروك. الله يبارك فيك. تسألك ليش رحت صناعي؟ هسا كتير ناس بتفكر إنه مثلاً الصناعي بس للأولاد، لا هاي فكرة خطأ، إنه عادي البنت بتدخل بتتميز فيه، يعني هيني أنا كان هدفي من زمان إنه أطلعها الأولى، فكان بإمكاني أروح علمي، بس أنا يعني ميولي هندسة، فإنه عندي طريق يعني يا علمي يا صناعي، بس أنا يعني يمكن إنه حلمي إنه يتحقق في العلمي صعب شوي، أما بالصناعي الحمد لله يعني والله كانت فرحة كتير حلوة الحمد لله. يعني حتى موادك تخصصية أكثر بالصناعي، فبالتالي يعني حبيت تتميزي عن طريق هذا الفرح. وبالتالي صناعي علمي أدبي أنت حصلت على المرتبة الأولى بدي. وكنت متميزة بهذا الحمد لله. دكتور بدنا نأخرك معنا شوي. لا أبدا براحتك أحمد. طيب الناس تسألك سؤال، معقول مش ناسي شدة فاصلة ضمة القطعة بالإنجليزي فل، التعبير بالعربي كله صحيح؟ بالنسبة للتعبير بالإنجليزي لا، راحت لي فيه علامة حقيقة عشان أكون صريح. راحت علامة بتاع نعم. أها. اللغة الإنجليزية. أما بالنسبة للغة العربية الحمد لله رب العالمين جبت علامة كاملة ما شاء الله عليك. المصححين أدرى باللي صححوا بصراحة. نعم. عندهم خبرة. طب أنت شو ناقص عندك كان نعم. بالباقي المواد كاملة هي علامة الإنجليزي وفي علامة بالأحياء، بس هي تلقائيا انحذفت بناء على النظام الجديد اللي نعم. هو بنص على حساب أعلى مادتين علميتين، فانحسبت لي الفيزياء والكيمياء. كم جبت الفيزياء؟ 200. والكيمياء؟ برضو 200. بالأحياء؟ 199. تبارك الله ما شاء الله عليك. الله يسعدك. تبارك الله. الله يسعدك. دكتور ليش الناس بتشك بهذه النتيجة؟ هل فعلا للترويج لأنه وزارة التربية والتعليم لهذا العام خرجت بتجربة الفصل الواحد وعليه قد حقق في هذا الزمن وعلى عهد وزير التربية وعهد مدير الامتحانات حتى أنه لا تأخذ علينا أي شيء أنه جابوا عنا 100؟ اشرح لنا المية. مساء الخير وشكرا لقناة المملكة على حضورك دائما في المشهد ومعنا ومع الطلاب. ومبارك للأبناء الأعزاء. وإحنا رغم كل ما قيل إحنا سعداء جدا، وبالعكس إحنا نسبة النجاح مش راضين عنها كوزارة التربية والتعليم، 58% 42% لم يستكملوا، بمعنى أن هذه دعوة بداية أولى أن على الطلبة الذين لم يستكملوا 42% سيكونوا معنا الأسبوع القادم بامتحان متوازن تماما كما كان، ونتمنى تكون نسبة النجاح بعد التكميل 75-85%. سأتكلم عن أحمد وبعدين عن موضوع المية وبعدين عن اللي ببالك شو القصة ليش هيك. ها لأنه الناس تقول لك مستحيل قطعتها الإنجليزي ما خربط له بحرف. أوكي ما هو خسر. طبعا أحمد ما بنقصدك، إحنا منبارك لك، نتمنى كل طلاب يكونوا مثلك ومثل هنا، بس إحنا خلينا نسأل الدكتور. فضل. هلا أحمد خسر علامتين، علامة بالإنجليزي وعلامة بالأحياء. إذا لو كان هذا النظام قبل 3 أو 4 سنوات وضيف عليهم 3 مواد لما كانوا 10، أحمد بالحد الأعلى بده يجيب 99.2 بالعشرة، 99.3 بالعشرة. ماشي. لكن هو استفاد من النظام إنه طلع مادة الأحياء 3 مواد يتم احتساب أعلى مادتين. واستفاد أحمد إنه بدل ما يدرس على 10 مواد يدرس على 7 مواد. فقط. استفاد أحمد إنه طالب علمي مادة الكيمياء والأحياء وعلوم الأرض والفيزياء، هذه المواد كانت تأخذ في 4 أشهر. ماشي. لا الطالب بيكملها زي الناس وراح يخسر فيها علامات. ولا المعلم زميلنا راح بيكملها لأن المادة واسعة، وبالتالي بده يقدمها بشهر واحد في ضيق وقت ويلجأ إلى دروس خصوصية. لا، وزارة التربية أعطت هذه المواد المهمة جدا عام كامل يتم عرض المنهاج كما يجب، ماشي، دراسته بشكل أعمق، وبالتالي الطالب راح يحصل مادة مثل الفيزياء بتدرسها 4 أشهر ولا تدرسها بسنة، أكيد بده يكون أداؤه فيها أفضل، لذلك كان متوسط المعدلات. تقسيمتكو غلط، بس اسمح لي بدي اكمل. كمل. اثنين، قبل 3-4 سنوات قبل 3 سنوات كان الاختيار من متعدد
ممنوع في وزارة التربية والتعليم. طيب. مبرر في ذلك الوقت لأن الغش كان الظاهرة عامة، فتم منع الاختيار من متعدد، لكن هو بعد ما ضبطنا الامتحان وسيطرنا على الامتحان بشكل منيح وشفافية وعدالة وفرص وتكافؤ متساوية بين أبنائنا الطلبة، لابد أن يرجع هذا النوع من الأسئلة، شكل من أشكال الأسئلة العالمية يساعد الطالب على الاستذكار واسترجاع المعلومة. 60 علامة من 200 في كل المباحث على اختيار من متعدد، هي ضع دائرة. ضع دائرة. ماشي. الموضوع الآخر الاختيارية، أيضا هذا الاختيارية وفق رغباته وميوله. يعني أحمد درس على 3 مواد بشكل متوازن، ما بده يخسر ولا شيء، بس كثير من الطلاب اللي حصلوا مواد عالية اللي معدله 9، أنا بدي أعطيك بعض الأسماء، حصلوا 99.6 بامتحان بالمادة الفيزياء جايب 101 من 200، علامة النجاح. بس لا لا لا، هو شغال مع حاله صح، يعني ما أعطاها فقط ساعة ساعتين. طلابنا أذكياء واستفادوا من النظام. أيضا طبيعة الامتحان أخي عامر، طبيعة الامتحان التزمنا قبل الامتحانات وقلنا الامتحان من الكتاب المقرر وراح يراعي الفروق الفردية وبيكون شامل. مع ذلك كان في طلاب يقول الامتحان صعب، مثل ما كان في طلاب يقولوا سهل لأنه مذاكر بشكل منيح. ولذلك ما كل الامتحانات كانت سهلة، لأنه ظهر عنده بنسبة النجاح 42% لم ينجحوا. نعم. بالمناسبة بس اسمح لي عامل أكمل الفكرة مهمة. 40% ناجح في وزارة التربية والتعليم، يعني اللي جاب 80 من 200 في وزارة التربية والتعليم وفق النظام هو ناجح لغايات سوق العمل، لغايات الجامعة للكليات، لكن الجامعة لازم بتجيب 50. يعني إذا بدي أحسب لك على 50% نسبة النجاح بالحد الأعلى بدها تكون 51%. ماشي الحال. الآن ليش إحنا ذهبنا باتجاه هذا النظام؟ الأسئلة كما هي متوازنة، لكن خفضنا عدد المواد إلى 7. طيب. وقلنا في اختيارية، وقلنا في بس اسمح لي والغير أجيب. بدي أعطيك أرقام، بدي أخذ الأرقام، بدي أسألك أسئلة ثانية. يعني. طول بالك علينا دكتور. يعني. بس شوي، احنا بدنا مبسوطين بالمتميزين. قلت لك بدايه احنا سعيدين ومبسوطين. وانا بدي اقول لك شغله واحده، انت جبت 100%، يعني اذا في غلط نقص، يعني ما شاء الله عليك بدك تجيب 99.9 ولا 99.8. نعم. فتبارك الله عليك وعليها ايضا. بدي اياك الان تقول لي انت كيف كنت يعني تقسم وقتك، كيف كنت تقرا؟ ماشي، اشرح لنا. بالنسبة لتقسيم الوقت كان في فترة ما قبل الامتحانات وتجهيز الامتحانات، خلينا نحكي الفترة العادية طيلة أيام السنة، كانت يومياً من 5 إلى 6 ساعات، مقسم هذول 5 و6 ساعات حسب المواد، علمية أدبية، مواد أنا برغب في أني أدرسها أو ما برغب، مواد بحسها سهلة، مواد بحسها صعبة. طبعاً هذه 5 و6 ساعات بتخللها فترات استراحة عشان أخلي عندي الدماغ نشيط، يكون المراجعة أسرع بتركيز أكبر. هاي بالنسبة لأول فترة. المراجعة كانت دورية، كنت أحاول ما أخلي أي مادة تتراكم علي، ما أفلت المادة زي ما بيحكوها من أي جهة من الجوانب، أمسكها من جميع الجهات، حاولت أعيد على المواد أكثر من مرة، المادة أختمها أكثر من مرة عشان أكون أكثر تمكنا منها، خصوصا أني عارف أنا ما رح أقدمها لا بشهر 8 ما بلشنا أو 9، بل بعد سنة كاملة، فأنا كنت مقدر هذا الحكي. ماشي. كان عندك أستاذ خصوصي؟ جبت أستاذ خصوصي ولا لا؟ خصوصي لا، ما جبت. لا لا. ما كنت بحاجتهم. لا. أبدا. طيب كانوا أهلك، دور أهلك كانوا يشدوا عليه يقولوا قوم أصحى الصبح مثل أمهاتنا قوم اقرأ؟ بالعكس بالعكس، يعني بوجه من هذا المنبر تحية لوالدي ووالدتي، استاهلوا، وجه استاهلوا، أساس النجاح، أساس النجاح، أساس النجاح. بالعكس على العقلية عندهم جدا منفتحة، ما في عندهم الضغط اللي ممكن. طب كيف كانوا يتعاملوا معك؟ نعم. الله انك تقول لي كيف كانت ابوك وامك تتعامل معك، لانه احنا التوجيه بالاردن عندنا حالة طوارئ. طب قول لنا ابوك وامك كيف كانوا يتعاملوا، خلوا الطلاب بالمستقبل والاهالي يستفيدوا من هذا التعامل. وانت بتقول لي كنت تقرا 5 إلى 6 ساعات. نعم. يعني مش هذيك الساعات كثير، وتقول لي كان عندك وقت فراغ. نعم. خلي الطلاب بالمستقبل يستفيدوا. نعم. من هذا الموضوع تفضل. هلا بالنسبه لدور الاهالي زي ما تفضلت، الأب إذا عامل ابنه على أساس المصداقية، على أساس الاحترام المتبادل. نعم. على أساس الثقة المتبادلة بيناتهم، أتوقع أنه الأمور راح تكون جدا ماشية وجدا سلسة، ما في داعي للضغط الذي يمارس. روح أدرس، قوم أدرس، اعمل كذا، رتب جدول،
يعني انا هني وانا خلصت الحمد لله رب العالمين، لا اذكر انه والدي والدتي في يوم من الايام حكوا لي روح افتح كتاب، روح ادرس، راجع كذا، بل بالعكس انا بقدر اورجيهم بدون ما هم حتى يفكروا انهم يحكوا لي، انا بقدر اورجيهم انه منظم وقتي ماشي بدروسي ومنجز الحمد لله رب العالمين. طيب بدي اسمع من هنا كيف كنت في الفتره العاديه يعني قبل الامتحانات من 6 لسبعة برضو نفس الاشي، وكنت ساعتين يعني دائما الصبح الفجر قبل ما اروح المدرسه. فتره الامتحانات كان في ضغط بالنسبه لي انه خصوصا يعني مدرسه وامتحان ومواد ثانيه يعني، فكانت دراسه اكثر. وبالنسبه لاهلي يعني كانوا كثير مريحين وموفرين لي يعني الظروف المنيحه انه اتميز بالفرع الصناعي اللي انا دخلته. ووجه تحيه لامي وابوي اهم شيء، ولعائلتي كامله اللي سبب نجاحي. طب كانوا أهلك يسمعوا لك الكتب؟ كانوا يسمعوا لي، حفظوا معي المواد أصلاً. حفظتيهم المواد. بنعود للدكتور، ذبحتونا حملة ذبحتونا، تقول يا أخي تقسيمكم للعلامات في خطأ، أكيد قرأت صح؟ قرأت. بدنا جواب. هم طعنوا في تقسيم علامة أحمد. أنا بستغرب ويعني انا اسف بس يعني بيزبطش انه انت بتنزل على موقع تواصل اجتماعي معلومات مغلوطه خادعه كاذبه، لانه هذا تضليل للراي العام، تضليل لولي الامر، تضليل للاعلام، تضليل للطالب. طب اشرح لنا كيف طريقه اللي هم قسموا 1399 تقسيم 14، الطالب ما بيطلع معدله 100. احنا بنقسم الاتي: المواد المشتركه عليها 40% من المعدل. المواد يعني المشتركه 40. يعني هو حصل أحمد 799 تقسيم 800 ضرب 40%، ماشي الحال؟ والمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء 600 على 600 ضرب 60%، أخذ 60 من 60 بالمواد الاختصاص والهنا، وأخذ 39.5، فبيطلع معدله 100، لأنه عالميا مش بالأردن 5 فأكثر بدك تقربه لأول، صحيح علامته 100 غصب عنا كنا. هم بيقولوا علامته 99.2، 99.2 يعني ما بيستحق علامة المية. فهم قسموا خطأ، استخدموا معادلة غير معتمدة في وزارة التربية والتعليم، هذا لا يقبل في هذا المضمار. أنا بدي أسأل أحمد سؤال وبعدين أروح. تفضل. أحمد لو قدمت الفيزياء والكيمياء في فصل واحد، هل ستحصل على نفس النتيجة؟ أكيد لا. واحد، لو لم يخفف المنهاج في كل المباحث بمستوى 20% لن يحصلوا على نفس النتيجة. زدتوهم 5 علامات. مين حكى هيك؟ عندك فكرة؟ أنا بستهجن. يعني أنت ما سمعتش مين تحدث إنه هناك تم زيادة 5 علامات للطلاب هذا العام؟ أنا يعني بعبر عن أسفي وآسف بس إنه وزير سابق للتربية بيحكي هذا الكلام. لم يتدخل أي وزير في إدارة الامتحانات، لا بسؤال ولا بفقرة ولا بامتحان ولا بعلامات. كنا عند درجة الحيادة المطلق فيما يخص علامات الطلبة الأردنيين. معقول 18,000 طالب يجيب فوق 90؟ 18,000؟ أيضا هذه معلومة خادعة كاذبة. أعطيني هيك اسمعني، أعطيني 7500 اللي جابوا فوق 90. 7500 طالب فوق 90 بالعلمي حاصل على فوق بالعلمي. أوكي ماشي، وأعطيهم كمان بالأدبي تقريبا 3100 ماشي، 11,000 وميت. 11,133,000 تقدموا، أقل من 10% اللي حصلوا على 90 فما فوق. كثير على الأردنيين؟ لا مش كثير، يليق بطلابنا الفرح. عندنا 30 جامعة و7,000 مؤسسة تعليمية. أنا بستغرب هذا النقد يعني، وهذا محاربة الفرح والرضا، أنا بستغرب جدا. ماشي، بس أنا كمان بدي أوصل لك الصورة. الناس ما بتقول لك إنه هذول بحاربوا الفرح، بالعكس يعني تتوقع إنه إحنا مش مبسوطين إنه أحمد جاب 100 وإنه أنا جاب 98. لا في أعداء للنجاح. ماشي، في أعداء للنجاح، بس بالمقابل هناك من يقول بأنه مثل هذه المعدلات تطيح بالتعليم الأردني. إطلاق. كيف؟ أنا بدي هلا خارج الاختصاص، تعليم عالي. أنا بدي طب 2000 طالب، بدي أخذ أعلى 2000 طالب مهما كانت معدلاتهم، ما بيتأثر الترتيب. يعني أنا 80 وأنت 81، إذا رحنا 90 أو 91 ما بيتغير علينا حاجة، راح يأخذوا أعلى المعدلات، ما بيتغير على التعليم، داخل يأخذ حصته ويأخذ كذا. لكن أنا بدي تسألني ليش التغيير اللي قاعد بيصير في تطوير الثانوية العامة بهذا الشكل؟ على فكرة إحنا مش متفاجئين لا بارتفاع المعدلات ولا بنسب النجاح، وأنا حكيت في على هذا المنبر صحيح في قبل الثانوية العامة، قلت النظام سيتيح فرص نجاح أفضل ومتوسط معدلات أفضل، حكناها مليون مرة، كانوا بيفكروا إنه بنسوق حكي.
بس احنا كنا مدركين تماما ان عدد المواد لما من 10 الى 7 سيكون افضل، ولما نسبه لما علامه النجاح بتكون 40% راح يكون نسبة النجاح أفضل. كنا ندرك تماماً أن الاختيار من متعدد لما يكون 60 علامة راح يكون أفضل، لأنه الطالب بده يستذكر معلومته. لكن أنا شاهد على العصر، بدي أحكي لك كلام ما حكيته ولا مكان. قلبك مليان اليوم دكتور. لا بالعكس أنا والله مبسوط بوجود من اللي سمعته. مبسوط طبعاً يعني طيب. إحنا بنسعد لأنه يعني بيحارب نجاح. في 2014 أنا عندي أرقام يعني مسؤول عن كلامي ماشي. أمام الرأي العام وأمام المسؤولين عني ماشي. 2014 كان عندنا 130 ألف طالب مستنفذ، 32 ألف طالب على مادة واحدة، يعني كانوا ناجحين بتسع مواد ماشي الحال، وراسبين المادة. الآن تطلب وزارة التربية في ذلك الوقت تطلب وزارة التربية أنهم يعيدوا كل المواد ماشي. بال 2014 ظهرت ظاهرة هروج الطلاب إلى خارج الأردن، بدهم ينجحوا، وحق أي أردني إنه يحصل على شهادة ثانوية عامة من الأردن من أي مكان، ابنه بده يعلمه. إذا كان في يعلمه بس مش حساب مخرجات التعليم. لا لا لا, لا أبدا أحمد يا سيدي، أنا بقول لك الجامعة التعليم العالي له الحق في أن يختار مجلس التعليم العالي، مجلس محصن ليس عليه طيب. حسيب ولا رقيب، يضع الأسس اللي بده إياه وحر. إحنا بنتكلم عن طلاب توجيهي بدهم يحصلوا على شهادة ثانوية أردنية، ولذلك كان لابد من النظر إلى عدد المواد والنظر إلى طبيعة الامتحان. إحنا قادرين بنجيب لك دكاترة من الجامعة بيحطوا أسئلة وبنزل لك نسبة النجاح 20%، مش صعب علينا يعني. ولكن نحن نضع كيف دكاترة الجامعة يحطوا الأسئلة؟ يعني ما كان هيك بيجي هيك قل لي أبدي أقول لك قل لي اللي كان يكتب الأسئلة دكاترة بالجامعة. أنا بدي أقول لك، أنا بدي أحكي لك اللي يضع الآن الأسئلة. والله لم ألتقي يمكن إلا في لجنة واحدة بس لحضور القسم، لأنه وكلت زميلي يحضر قسم الرجال الباقي. لم يشاهد وزير التربية ولم يعلم وزير التربية والتعليم عن أي وضع أسئلة حتى هذه اللحظة. واضعين الأسئلة الآن هم من المشرفين من الميدان التربوي، خبرات ماجستير ودكتوراه في القياس وفي التخصص من خيرة أبناء الوطن ومن المتميزين جدا. ولا نزكي على 450 ورقة امتحانية أعدوها في 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 غاية الدقة وفي غاية، لم تتسرب فقط. طبعا الآن الوزارة بتدافع عن نفسها إنه في معدلات مرتفعة وجبنا 12 ألف طالب فوق 90، إنه يا عمي في لجنة من التربية وضعت الأسئلة طبعا. بس زمان ما كانش من التربية، يعني كانوا بيجيبوا دكاترة. طب ليش ب 2014 ما كنا نسمع إنه العلامات متدنية وعندنا 130 ألف طالب مستنفذ وعندنا 32 ألف طالب على مائدة واحدة؟ لأنه الواضع الأسئلة مش ضمن المنهج. اسألني مستواهم أعلى. اسألني عن القرار اللي 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 في عهد مسؤولي وفي عهدي، لا تسألني عن قرار سابق أنا ما أعرف ليش كان هيك. اسألني عن الحالة، أنا بفسر طيب. الحالة الموجودة ماشي. الآن بفسر نسب النجاح، لكن أيضا بدي أعيد يا عامر، 133 ألف طالب الذين تقدموا 10 ألاف طالب جابوا فوق 90، أقل من 10%. عندك 90% جابوا أقل من 90. إحنا بنتناقش مبسوطين فيكو ترى ماشي مبسوطين جداً. والآن بدنا نشوف شو بتم يعملوه معكو بعد هذا التميز. خلينا نروح على فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل قصير ونرجع. أهلا بكم من جديد. نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام إذا بلغت 58.13% وبعدد ناجحين بلغ 77,124 طالبا من أصل 195,134 طالبا. شهد هذا العام حصول الطالب الأول على المملكة على معدل 100 من 100، الحاصلون على معدل 90 فما فوق كما تفضل ضيفي نحو 11,200 طالب و 7,500 طالب بالفرع العلمي. عدد المقاعد في الجامعات يبلغ نحو 42,000 طالب هذا العام القادم، لا نعلم هذا العام لكن يعني تقديريا كان الحديث. أهلا بكم من جديد وأهلا بضيوفي، وأعود إلى المرة. بدنا نبدأ من عند هناء. هناء الآن شو حابة تدرسين؟ هندسة إن شاء الله. هندسة شو؟ يا معماري يا كيميائي. وين؟ محتارة. جامعة الأردنية. جامعة الأردنية. ليش محتارة؟ مش عارفة يعني إنه
بحس حالي ميولي انه رسم ومشاريع واشياء وهيك، وبنفس الوقت يعني حابه كيميائي، يعني ما فيش شيء محدد عندي لسه. لسه الفرحه بتحددي بعدين هذه المواضيع. ويعني انت صغيره ما كنت حابه تقولي دائما لنفسك؟ واحنا صغار كنا بدنا نصير طيارين، ولا واحد صار طيار؟ لا، من زمان كان نفسي هندسه. من زمان نفسك واشتغلتي على هذا الموضوع حتى تصبح بالهندسه قبل ما اوصل للمرحله هاي؟ نعم. احمد باذن الله تخصص الطب ان شاء الله. وين؟ باي جامعه حاب كمان؟ الاردنيه باذن الله ان شاء الله. طيب الان انتم متميزين هذا العام، تتوقعوا تظلكم مستمرين بهذا التميز؟ بنتمنى من يعني التعليم العالي انه يهتم فينا. هسه هم مهتمين فينا بهاي الفتره، بس بتمنى يعني في المراحل الجايه السنوات القادمه انه يضل هذا الاهتمام فينا، ونضلنا يعني احنا يعني متحفزين انه نعمل اشياء ابتكار، ويعني مش زي الطلاب العاديين، يعني بنضلنا متفوقين. واحمد ان شاء الله بنكون موضع الرعايه والاهتمام من قبل وزاره التعليم العالي، وبنبهركم بالنتائج العاليه دائما. صحيح دكتور، دخلك اللي بيجيبوا اوائل على المملكه اللي كانوا يجيبوا 98 و99، وفرحنا لهم وكيفنا، ومثل اليوم الوزاره هي مبسوطه باحمد وهناء وباقي الطلاب، دخلك ليش بس نفوتوا الجامعات بننساهم؟ يعني الاول على المملكه قبل 4-5 سنين وين ايامه اللي فات؟ الطب هل هو متميز ما زال؟ هل هناك دعم لهذه العقول؟ وين دورهم الآن؟ وين دور وزارة التعليم العالي؟ بعرف مش راح تقدر تحكي عن وزارة التعليم العالي، بس كوزارة التربية توصياتكم حول الشباب المتميزين، يا ليش مش كل سنة تقعدوا مع المتميزين، شوفوا أوضاعهم، كيف أمورهم، وين وصلوا، وين ما وصلوا، حتى إنه يستمر هذا التميز فقط. أنا على قضية التعليم العالي، المعلومة اللي وصلتني اليوم مؤكدة طبعاً، إنه حتى طلاب الطب بيجيب 4 من 4 فول مارك، ما شاء الله. يعني بيتخرج بست سنوات وبيتخرج ب4 من 4 من كلية الطب. مستكثرين على أحمد إنه بيجيب 100. والله ما حدا مستكثر. بس لا لا بس والله الناس مبسوطة. أحمد مبسوط إيدك. ذكرتني بالطب. ماشي. أنا بعتقد، شوف، وزارة التربية والتعليم طول عمرها مشغولة بالتوجيه، لأنه حالة مرضية بيأرق الشارع وبيأرق المجتمع، لذلك اشتغلت وزارة التربية والتعليم عليه. بدنا نفضل إشي ثاني. احنا بدنا المدرسين ما بس يبلشوا بالتوجيه. التوجيه الآن أصبح عادي جدا، ومقسم المواد على مدار عام كامل، الطالب براحته. بدنا بنفكر بالصفوف الثلاثة الأولى في القراءة والحساب وباللغة الإنجليزية. بنشتغل على مناهج، وبنشتغل على إلزامية رياضة الأطفال، مطلوب منا 5000 غرفة خلال العام، وتسهيل التشريعات في القطاع الخاص حول رياضة الأطفال. هاي توجيهات من وزارة التربية والتعليم مباشرة لهذا. طب دكتور بسألك سؤال شخصي بعيدا عن الوزارة الآن، قديش بنشوف متميزين وكل سنة الأوائل على الثانوية العامة، وين أيامهم؟ ليش منشوفش فيهم اهتمام؟ يعني هذا الشاب مثل أحمد مثل هنا بكرة بتدخلوا الجامعات هم متميزين، خلاص بقول لك نسيونا الناس، احنا جبنا أول، بس الحمد لله بتجيبوا لأنفسكم على فكرة. نعم صحيح. وبالتالي الوطن بيستخدم بفيدكم، بتستفيدوا، وأيضا الوطن بفيدكم بهذه العقول. بس كمان لازم المعنيين يدير بالهم عليهم. صحيح، أوافقك. وين دورهم؟ يعني إحنا وزارة التربية والتعليم تمنح بعثات لهؤلاء الطلاب، وأوائل الألوية بيروحوا بعثات، أو أيضا مكرمة المعلمين. ويعني بنعتنى بطلابنا هذول، ويعني إحنا معتزين جدا بنتائجهم. لكن قلت لك يعني حمل كبير وتحديات كبيرة في وزارة التربية والتعليم. رغم هذه التحديات لكن هناك نجاحات بنتمنى إنها بتزيد، وشوية شوية راح يعني بتتحلحل الأمور، وبالتالي انعكاسها على المعلم أيضا، لأن المعلم له دور كبير عندكم. ما في خلاف. أنا بدي أقول لك شغلة، المعلم الأردني هو الأفضل على امتداد هذا الزمان الطويل. طيب تعطينا بالمحافظات الأردنية على الأرقام أو على المعدلات إذا كان لديك هذه كويس. أنا يعني على الطلب والمحافظات، أنا هذا مؤتمر معالي الوزير، ما جبتش إشي من بيتي. بدي أروح لك على العلم. العلم كويس إنه بنحكي. إذا كان في قصبة عمان أحمد جايب 100، في ديبان 99.6 بالعشر، ما شاء الله، يعني 3-4 أشهر أفرقت إنه الأول يكون من ديبان. ماشي ماشي الحال. طيب الطيبة والوسطية 99.7 بالعشر مثلا، الرمثة 98.9 بالعشر، المفرق 99.3 بالعشر، البادية الشمالية الغربية أنا مبسوط جدا، مبارك 99.8 بالعشر، ما شاء الله. شو بدأ دير علة 98.8 بالعشر، الطفيلة 99.7 بالعشر، ما شاء الله، بصيرة 99.2 بالعشر،
معان 98.8 البادية الجنوبية 97 العقبة 99.7 وكأنني أقول لك كل أن النظام كل المملكة أولا أن الخدمات التعليمية نشعر أنها موزعة بشكل وإن كان هناك فجوة لكن أنا أعتقد أن الطلبة الأردنيين في هذا اليوم طيب هدموا كل هذا الفجوة اللي إحنا بنحكي عنها. إحنا بنتمنى كل سنة يجيبوا هذه المعدلات. شو من حقنا إنه نطرح كل الأسئلة اللي بتدور في الشارع خصوصا بالحملات المختصة للطلبة. أحمد كيف كان مستوى الأسئلة؟ نعم. كيف كان مستوى الأسئلة بكل امتحانات؟ صعب سهل كيف كان؟ والله بالنسبة لامتحان الرياضيات خلينا نأخذه بشكل خاص سواء كان فصل أول أم فصل ثاني كان سهل بشكل ملاحظ لأنه كان أسهل من السنوات السابقة. سهل جدا. لا مش سهل جدا كان في دقة ممكن يراعي فروقات فردية من حيث الدقة. بس أنا بحكي كأفكار جديدة كأفكار عميقة زي اللي كانت تيجي في السنوات السابقة كان يخلو. يعني أنت قارئ الامتحانات السنوات السابقة. أكيد أكيد أكيد. ولكن كامتحان يقيس دقة يقيس دقة وضع الأسئلة كان زي ما بنحكي متصيد في الدوائر ما كان الامتحان زي ما طلع عنه يعني بهالسهولة هذيك. بس بالنسبة لباقي الامتحانات خلينا نحكي كان مستواها وزاري عادي زي مستوى السنوات السابقة حتى طريقة طرح الأسئلة طريقة الإجابة النموذجية من قبل الوزارة كانت نفس السنوات السابقة لم أرى أي تغيير حقيقة. نعم. أنا بالنسبة للدارس الكتاب ومتمكن منه والامتحانات سهلة يعني كلها من الكتاب ما إجا إشي من برا يعني. ماشي أنا بديش إياك تقولي السهلة على مستواك يعني كيف سمعتي من زملائك يعني اللي جابوا 85 87 79 اختلف صعب. مش صعب لا ما في صعوبة كل الامتحانات ما كان في صعوبة سهل. متوسط سهل طيب متوسط سهل بتشكر الوزارة على هذا الموضوع أكيد متوسط سهل اكيد بنشكرهم لانه يعني ريحونا يعني انت رايح الامتحان وعارف انك راح تزبط يعني مش ما فيش خوف انه الامتحان صعب افكار من برا لا ما في خوف طيب انتوا الان تخرجتوا من الثانوية العامة هل لديكم معرفة تامة بكل شيء قرأتموه في السنوات السابقة يعني أنت عارفة بالصف العاشر شو أجاكوا بالأول ثانوي بالتوجيهي بالتاسع متمكنة من هذه المواد كاملة ولا كان في تراخي بس أيام بالتوجيهي إحنا منشد حالنا وبندرس أكثر لا أنا من يوم يوم حريص أني أكون الأولى يعني من يوم يوم أحمد بالعكس ما هو البنيان الشامخ لا يقوم إلا على قواعد صلبة صحيح ما بصير أنت بصف تاسع أو عاشر ومتكون متهاون وبالتوجيهي تحكي بدي أشد حالي هاي من أكبر الأخطاء صحيح. تعالى يا قصي استاهل 100 ما شاء الله علي على هالمصطلحات استاهل 100 صح ولا لا طيب الان نروح على فاصل شباب فاصل قصير نعود لكم اهلا بكم من جديد واهلا بضيوفي واذهب الى الدكتور نواف دكتور نواف هناك من يطالب بانه هذه المعدلات الان لا نقصد فقط ال100% بعض المعدلات المرتفعه الان هذه ربما تؤثر على المقاعد الجامعيه يعني هناك من يقول ربما المعدل 80 ما يطلع له مقعد جامعي وشعار وزاره التربيه انا بنجح الطالب الثانوي العامي بس مش مهنتي اودي على الجامعه صح صحيح طيب أنا أعتقد الطاقة الاستيعابية العام الماضي كانت 42,000 صحيح أنا لا أعتقد وراح نعطي أرقام بعد التكميلي مباشرة ماشي. تدريج من 65 من 60 من 60 الجامعات الحكومية نعطيه من 65 حتى 100 أنا لا أعتقد يزيد عن 40,000 طالب اللي جابوا فوق 65 إطلاقا ما بزيدون أقل من أبدا لأنه بدي أحكي لك شغلة هلا 58% اللي ناجحين هؤلاء في بدي أحكي تقريبا 10% هم أصلا غير مستكملين لمتطلبات الدخول إلى الجامعة في هذا الدورة لأنه هو محصل 80 إلى 100 من 200 ما وصل المية من 80 إلى 99 من 200 فهو ناجح محسوب على النسبة بس هو لسه ما وصل لأسس الدخول إلى الجامعة ماشي الحال ماشي فأنا بعتقد الأرقام ستكون قريبة من العام الماضي لكن هناك ارتفاع في المعدلات حقيقي موجود وكنا متوقعينه لأن هذا النظام هو الأسئلة كانت أسهل من السنوات السابقة لا إطلاقاً بس وضع الأسئلة المختلفة أنا هو الامتحان شو غرضه؟ هلا بدنا نحكي قياس شو غرض الامتحان؟ امتحان يقيس نتاجات الطلبة اللي تعلمها على مدار هذا العام
صحيح. انا جبت له اسئله من الكتاب المقرر، وظهر عندي اسئله صعبه بدليل انه في طلاب ما نجحوا. فاحنا لما نتكلم عن مراعاه فروق فرديه بدك 10 15 الى 20% اسئله مهارات عليا الاذكيه مثلا، والباقي في خانه المتوسط. واذا انت بدك تروح على هذا بيعرفوه اهل الاقتصاد، الجرس العالمي هذا التطرف 5% 5%. الاصل في اي امتحان ان يكون المتوسط في حدود ال 75 الى 80% بيكونوا الناجحين. نعم احنا 58 نسبة النجاح بس. طيب دس احمد مرة ثانية. احمد انت يعني ما شاء الله من الصف الاول وانت بتجيب امتياز 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 امتياز. نعم. ما كان في دروس تقوية، كنت بتروح بتلعب مع الشباب، كل امورك ولا انت كل حياتك بالدراسة؟ لا بصراحة أنا ضد أنه تكون مخصص كل حياتك للدراسة، بالعكس بدك تنوع، بدك عندك هواياتك، عندك شغلاتك ممكن تمارسها، هواياتك تمارسها، زيارة أهل أصدقاء أقارب، بتقدر تمارس كل هاي الهوايات. بينما لازم وقت الجد جد زي ما بيحكوها، بدك تقيم حالك على أسس قواعد متينة، وعشان بإذن الله تحصل النجاح الباهر. أقل معدل جبته أثناء هذه الدراسات من صف الأول للثانوية العامة، أقل معدل جبته؟ والله لا أذكر أني نزلت عن 99.9. لا تذكر ما شاء الله. تبارك الله. هنا ذات الأسئلة، كيف كانت الدراسة عندك؟ كان في تطور إن أنا دخلت متوسطة بعدين شديت حالي صرت أجيب معدلات كذا بعدين حط؟ يعني أول ثاني ثالث رابع كنت طالبة عادية. ماشي. من الخامس بلشت غيرة هي الشغلة، يعني غيرت من أولى، فإنه كيف هي هيك وأنا مش هيك، يعني إنه بدي أصير زيها. حميدة ممتازة هاي الغيرة. أنا بدي أصير زيها وأحسن يعني. فبلشت يعني من الخامس وهسه توجيهي والأولى على المملكة الحمد لله. طيب بدي أسألك سؤال آخر. ولا تقارني نفسك بهذا السؤال. إحنا دائما عندنا مشكلة بأبناء المحافظات يعني، وأنا واحد منهم. إنه يا أخي الإنجليزي بنروح ندور على 50+1 المهم ننجح بالإنجليزي. طيب دور التربية منهاج اللغة الإنجليزية دور حقيقي وواعي إنه الشاب من الممكن إنه أي طالب قادر على النجاح بهذه المادة في الثانوية العامة؟ ليش بتعمل لنا كابوس هاي المادة؟ حقيقة لأنه في بعض المدارس في المحافظات ما بتعطي الإنجليزي حقه، وما بتبلش فيه من صفوف الدنيا زي ما في محافظة عمان ببلشوا فيه. يعني عندنا بمحافظة عمان ممكن الطالب بصف التمهيدي يبلش ياخذ احرف بالاول بالثاني بلش قواعد كذا، بينما بتحكي عن المدن والمحافظات متطرف، خلينا نحكي عن مدينة عمان، ممكن ما يكون في طالب ما يلاقي هذا الاهتمام. انا بذكر بالخامس يعطونا انجليزي اول مره، صح دكتور؟ هاي هي خامس. يعني من خامس لو بدنا نقارن مع طالب درس في عمان بلش ياخذ من صف اول بحدود 4 أو 5 سنين، طب هاي ممكن تحصل فيها حصيله معلومات تكون دافع ممتاز لك. طب بتلها لازم على الوزاره هذا الحق، ليش يعني؟ صح مزبوط. طب الان الوزاره سيكون عندها نظره مختلفه نحو هذه المواد ونحو الحاسوب وما الى ذلك. بوافقه رايه صحيح 100%. طيب في القرى والمحافظات الاهتمام باللغة الإنجليزية ليس كما يجب، بحكم أنه في العاصمة بيكون في إلزامية، مش في إلزامية بس الطلاب عادة بيروحوا في كيجي ون وبيأخذ إنجليزي من كيجي ون، مش هذا متاح في القرى. اثنين المعلمين غالبا المتميزين بيذهبوا إلى المدن يعني كان شعنا يا بالعربي الإنجليزي بالضبط يعني، فهناك ضعف نحن ندرك هذا الأمر، وحقيقة نحن نفكر قريبا جدا سيظهر شيء يعني مخطط بكيف نستطيع أن نساعد في تحسين مهارات اللغة الإنجليزية في الصفوف الثلاثة الأولى ونبدأ بالتدريج. لكن اللغة الإنجليزية هناك ضعف عام في مدارسنا، وبتظهر عندنا في نسب النجاح في اللغة الإنجليزية بتوقع في الأداء العلمي كانت منيحة شيء 75 أكثر. لكن المواد اللي ما حالفهم الحظ يعني فشلوا في هذه المادة، شو هن المواد الإنجليزي؟ مادة الرياضيات العلمي كان يحكي قبل شوي أحمد أنه مادة سهلة نسبة النجاح فيها كانت 75% نسبة النجاح يعني في أيضا ناس حصل 80 واعتبرنا ناجح ماشي الحال. في اللغة الإنجليزية 59 للأدبي، وهذه نسبة نعتبرها ممتازة جدا 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 للأدبي. العلمي بعتقد أنها وصلت 78 طلاب العلمي أفضل. نعم. وطالما أننا حكينا عن طلاب العلمي
هم انا اقصد بكلمه افضل ان الطلبه المتميزين في المملكه غالبا توجهاتهم علمي. ترى هاي تحسب افضل يعني اشطر منه بالمدرسه بالضبط. يعني الطلاب المتميزين يذهبوا باتجاه العلمي، ولذلك انت بتشوف انه عندنا يمكن 2500 طالب، 3000 فوق التسعيد، بس عندنا علمي تقريبا 7500 تافهم. نعم. فالطلاب ولا تنساش انه ايضا في بعض الطلاب مثل اللي اختارت عن قصد انها تروح على الصناعي، لان انا بدي اتميز بالصناعي. طبعا طبعا احنا انا بحكي لك عن معدلات، مش بس هناء، مو هناء مش بس هناء، احنا في وضع حتى اللي الكليات وضعنا لهم اوائل. صحيح. يعني اللي اخذ مهني ومسار كليات اخذنا الاول والثاني والثالث وتم تكريمهم هذا اليوم. قصة التعليم المهني بالنسبة لنا تحدي كبير واهتمام، يعني أحد أهم الملفات أمام الوزير، كيف نستطيع أن نقفز بالتعليم المهني بشكل جدي. طب بعد هذه النتائج الآن ربما تسهل على الوزارة هذه القفزة. نتائج عندكم، علامات، معدلات عالية أيضا في هذه المسارات، كيف رح ينتقدموا للطلاب؟ يعني ممكن إذا تم تبني المتميزين الشباب الآن راح يكون صير عندهم حافز إنه والله اللي بيجيب الأول على المملكة مش فقط إنه بدرس طب، لا، إنه راح يكون له رعاية خاصة من قبل الوزارة، من قبل التربية، ما إلى ذلك. ليس المتميز دائما الذي يذهب إلى الطب أو إلى الهندسة، المتميز المتميز في فرعه، في مكانه. رسام أو لاعب كرة أو مدرس لغة عربية أو إعلامي، قد تكون متميزا ورقما صعبا في وطنك، ومش بالضرورة تكون مهندس أو طبيب يعني. صحيح. فأنا بثني على جميع طلابنا اللي بيذهبوا للاتجاه المهني، ومبارك لهنا ولجميع طلابنا. ووزارة التربية والتعليم تهتم بهم تماما مثل الاهتمام بالفروع الأكاديمية. طيب الآن هنا أنت شو حاب تقولي للزملاء اللي ما حالفهم الحظ؟ شو بتوجي لهم رسالة من زميلتهم فاتت بهذا المساق ودرست نفس المواد ورب العالمين وفقها وجابت الأول على هذا الفرع؟ شو بتحب تقولي لهم خصوصا اللي بيعيدوا عن قريب؟ صح يا دكتور، يوم الاثنين، يوم الاثنين ببلش، يعني مش رايحين ينسوا المواد. شو بتحب تقولي؟ اول شيء الواحد يكون عنده ثقه بالله، اهم شيء هاي. نعم. انه الله ما راح يضيع تعب حد يعني درس واجتهد. وثاني شغله، يعني في عندنا فرصه حلوه كثير، يعني لاول مره يعني راح تصير انه ب 29 الشهر راح تكون دوره تكميليه، يعني اذا مثلا صار معك ظرف في امتحان تقدر تزبط بالامتحان الثاني يعني. صحيح. عادي وتفوت مع اولاد جيلك على الجامعه. وما في تمييز يعني مثلا بين الدورة التكميلية والدورة العادية، يعني كنا طلاب رح ندخل الجامعة مرة واحدة وهيك. نعم. أحمد، والله بالنسبة للطلاب اللي ما حالفهم الحظ بحب أحكي إنه طريق النجاح مش شرط يكون مفروش بالورود، ممكن يكون مزروع بالأشواك، ولكن الطالب الحقيقي، الرجل الحقيقي، بيقدر يقاوم هاي الصعوبات، يحاول يتغلب على الصعوبات، يخلق فرص النجاح من العدم، يصير طريق السعداء للوصول إلى هدفه أيا كان. الأمل، المثابرة، الجد والاجتهاد، في معنى دورة تكميلية، نقدر نعيد، نقدر نرفع معدلاتنا، نقدر ندخل التخصص اللي بنتمناه، وفي تكافؤ فرص بشكل عادل من قبل وزارة التربية والتعليم. طيب كيف ممكن إنه إحنا نستفيد من هذه الفترة حتى نركز على بعض المواد أيضا، لأنه أنتوا أصحاب خبرة الآن وتخصص ما شاء الله عليكم، يعني الآن اللي فشل بمادة محددة كيف ممكن أنه يعيد هذه المادة؟ وين يركز وين ما يركز؟ أولا بقدر يطلع على امتحان الوزارة اللي أجانا حاليا واللي قدمنا فيه، لأنه حسب كلام دكتور نواف أنه اللي كتبهم شخص واحد وبنفس الهذا، فممكن النقاط الرئيسية اللي ركزوا فيها على امتحان الدورة العامة يركزوا عليها في الدورة التكميلية، فممكن يستفيد من هاي النقاط، بالإضافة لأنه هو بقدر يعرف وين نقاط القوة ونقاط الضعف في كل مادة ويركز عليها. نعم. أحمد، أنت مدرسة حكومية ولا خاصة؟ خاصة. لو كنت بحكومية بجيب ذات المعدل ولا لا؟ كيش تجاوب تجاوبش؟ ما احنا جايين نحتفل بيك بصراحة. الله يسعدك. ما بقدر أعطي جواب بصراحة. دكتور تجاوب؟ طبعا بجاوب. أنا لأنه حدا بيسأل لي هون السؤال. أوكي أوكي. عندك اسمه جوجوتان، عندك هذا سألناه يا جوجوتان. أوكي، بس احنا اللي حصل على 99.9 أيضا مدرسة حكومية. يعني الفرق عشر بينه وبينه. لكن مع اعترافي بأن هناك فجوة بين التعليم العام والتعليم الخاص، هذا نعترف فيها، وهي عالمية بالمناسبة،
نعم. وأنا بأكد لك كمان في بين المدن وبين القرى وبين الطالب الفقير وبين الطالب الغني هذه موجودة. كيف يستطيع النظام التعليم اللي بيحترم نفسه أن يجسر هذه الفجوة؟ لذلك أنا قلت لك إحنا مبسوطين بالأرقام العالية بالمحافظات وما ارتكزت الأوائل المديريات ما ارتكزوا بس في عمان. يعني إحنا اليوم بس اسمح لي لأنك تحدثت على الأوائل بالمحافظات إحنا اليوم حبينا نجيب أحمد وهناء واتفقنا مع سالي الأول على الفرع الأدبي سالي صار عنده ظرف وما إجت لكن على طيلة نشرات اليوم أخذنا كل الأوائل من المحافظات الأول والثاني من كل محافظات من معان أخذنا من إربد أخذنا كل الأوائل تمام. أخذناهم اليوم حتى يكون لهم دور لأنه هم المتميزين ويجب علينا أن نبين هذا التميز أخذناهم بنشرات الإخبارية والآن بصوت المملكة عندنا طلاب اثنين. طيب سيدي بدي أسألك سؤال ثاني معلش أتحملني الدكتور دكتور بالنسبة للأسئلة الآن القادم للامتحان القادم تكون أكثر سهولة ولا ذات النسب ولا بتكيش تقول إنه ولا لا بدي أحكي لك ليش ما بحكي لك هذه الأسئلة وضعت في وقت واحد تماما اها يعني مش راحين نكتبوا أسئلة جديدة لا 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 لا, لا. احنا كتبنا أسئلتنا للدورتين من زمان أسئلة متكافئة 100% لأنه أنا مش معقول أنا بعمل أسئلة سهلة لطالب بده يعيد وبيأخذ مقعد واحد ثاني أكيد أبدا مع أن الأمر متاح للجميع بأنه يرفع معدله ماشي الحال لكن هي فرصة ثمينة حكى عنها أحمد وهناء قبل شوية للطلبة الذين لم يستكملوا وراغبين برفع المعدل الأسئلة متكافئة 100% بين الدورتين ولا أسئلة جديدة يعني سنضعها تغيير الإدارات في الوزارة هل سيغير من هذه الخطة التي سير على الوزارة أم لا؟ لا ما هو هذه الخطة كانت يعني بالنسبة للأسئلة وضع الأسئلة يعني خايفين الناس إنه ينظلموا تبعين السنة الجاية بالتوجيهي لا لا ما بعرف أنا بحكم على الحاضر بدريش عن القادم لكن أنا بعتقد أن النظام التعليمي اللي بيحترم نفسه إنه بيوقف على المؤسسية اللي موجودة وأنا بأكد لك النظام لما أجى الدكتور وليد ما حاول يغير فيه أي شيء بالعكس كان يقول اجمعوا لنا التغذية الراجعة عن كل ما يحكى عن هذا الموضوع وكيف بدنا نعقد ورشة وبنشوف هالناس بتحكي لو مثلاً وضعنا علوم الأرض أساسي ولو وضعنا الحاسوب إيش المشكلة ولو وضعنا العربي تخصص ما كان الرياضيات والرياضيات اجمعوا لنا هذا وبدنا الناس كلها بتحكي وكيف ممكن بنعدل وبنمشي الأمور طيب في طلاب رسبوا على علامة أو علامتين ليش ما تم رفعهم حتى حياد مطلق أنا حكيت لك على علامة لو حتى على علامة نقف عند درجة الحياد المطلق في هذا الموضوع لم نتدخل نهائيا أخ عامر ولن نتدخل في موضوع العلامات لذلك في علامات أنا بدي أقول لك 79 من 200 لو علامة كان ناجح مثلا. طب ليش ما نجحته ما بزبط ليش هذا الموضوع بدي أحكي لك شغلة وزارة التربية والتعليم وأنا بدي أحكي على الثانوية العامة ماشي. هذا أمر مقدس لا يجوز المساس فيه ولا نقبل المساس فيه ولا نقبل أيضا الذين أشاروا إلى أن الامتحان غير صحيح هذا كلام مردود عليهم ولا يقبل ووزارة التربية والتعليم ترفض هذا الكلام جملة وتفصيلا وزارة التربية والتعليم وإدارة الامتحانات في هذا الموضوع حصينة وعصية على مثل هذه التدخلات ولا نقبلها ومعالي الوزير يرفضها دكتور أرجو أن تدرك بأن كل هذه الأسئلة ليست اتهاماتي أنا سمعتها قبل لا أجل أشكرك الآن بدي أسأل أحمد راح تستمر إن شاء الله بهذا التميز إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني بدناش إياك طبيب زي أي طبيب إحنا بدناك طبيب غير إن شاء الله بكون فخر للأردن أولا إن شاء الله وفخر للعائلة الهاشمية بإذن الله تعالى وفخر لأسرتي بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله أكيد يعني الإنسان إذا كان عنده طموح هذا طموح ما بنتهي يعني راح يضل يستمر وإذا كان في تحفيز من الجهات الثانية فراح يزيد أكثر يعني المفروض يكون في تحفيز الآن يعني إن شاء الله بعد هاي النتائج الطيبة وهاي العلامات المتكاملة أكيد ما في شك إنه جلالة سيدنا يعني بيهتم بقطاع التعليم كثير وإنه بيحرص إنه مثلاً الطالب الأردني مش نوع تعليم عادي لا يعني تعليم عالي ومتميز يعني هذا إشي كتير منيح وبنادي بالشباب وأنتوا ما شاء الله عليكم أنتوا متميزين بقطاع الشباب نعم يعني هذا إنه شعور حلو يعني أول إشي بتفكر فيه إنه فرحت نفسك وأهلك بعدين أول إشي إنه الوطن فخر للوطن يعني حلو إنه تشوف جلال سيدنا وتسلم عليه يعني أنا هذا حلمي من زمان وكاتب لكم تهنئة اليوم مفتخر فيكم كمان وإحنا بنفتخر فيه إنه ملكنا الله يوفقك يا ستي سيدي يعني أنا بدي أشكرك أيضا حبيبي
إلا إذا بتعب في لديك كلمة محددة حاب تتحدث عنها بعد هذه النتائج. يعطيك العافية رغم كل وبعرف أنه صار لك يومين مش نايمين. يعطيك العافية وشكرا لجهودكم أيضا حبيبي. الله يسلمك. إحنا وزارة التربية والتعليم سعيدة بهذا النجاح وبتبارك لأبنائها وأيضا هي بتهتم في الفئة التي لم تستكمل بعد. وزارة التربية والتعليم حريصة على تطوير كل هذه القضايا ومعالجة كل هذه التحديات وسنسير قدما مرفوعي الرأس واثقين الخطوة. وليس نعم أبداً نعم وهذه العلامات ليست لإثبات بأنه تجربة الفصل الواحد ناجح إطلاقا. أنه كنا ندرك تماما أن هذا النظام عادل ونظام يساعد الطلبة على مواصلة النجاح. كل الشكر لك دكتور نواف العجار مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم. شكرا لك ولحضورك. شكرا لأحمد عثمان مبارك. يا أحمد مرة الله أخرى. يبارك فيك. شكرا لك. والله يحفظك ويبارك فيك ويبارك لك ويبارك أهلك فيك أيضا. مبارك الوطن فيك وهناء أيضا السويدان الأولى على الفرع الصناعي جامعة الحصة 98.6. مبارك لكم مبارك لك. الله يبارك فيك وإن شاء الله كل شبابنا بصيرهم يا رب العالمين. إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا. دمتم بخير. نلتقيكم بأمان الله.